الخير عليكم، شراكم لاباس. الوغ اليوم جبت لكم غوسيت تاع شاميه، كاين اللي يقولها قلب اللوز، كاين اللي يقولها الهريسه. المهم احنا معروفه عندنا في الجزائر. جبت لكم غوسيت تخرج لكم 100% خيم تاع برا، بزاف بزاف تجي شابه. داكور يسوفي برك تبعوا لي زيتاب. هنا راني وجدت انا لو سيرو تاعي باش يبرد، درت 3 كيسان ونص تاع ماء مع 2 كيسان سكر، خليتهم يغلو. من بدا يغلي الماء حسبت 10 دقائق. اون فوا فاتت هذيك 10 دقائق زدت كاس تاع ماء زهر، خليتها يغلي 2 دقائق وطفيت على السيغو تاعي. ومن بعد زدت لها مغرف كبيره تاع لافاني. بغيتو ديرو اون غوندال تاع سيترون بوندون هو يغلي، سينو لا ما درتوش سيترون خلو لافاني ديروها مع الاخر. انا درت لافاني. الكاس اللي تعبروا به الماء هو اللي تعبروا به السكر، هو اللي تعبروا به الماء زهر، وهو اللي غادي نعبروا به ثاني السميد لاباط تاع الشاميه. هنا صافي السيرو تاعي كما قلت لكم طيبته، غادي نخليه دو كوتي ودروك نوريكم الكاس اللي نعبر به السميد ولي زوتر انغريديون لهم باقي. كما شفتوا درت ربع كيسان ونص تاع سميد خشين، يكون فريمون خشينه ماشي مويان ولا، وزوج كيسان سكر، كاس زيت وكاس ماء زهر ومغرف كبيره تاع لافاني. الطريقه راكم شفتوها. دروك غادي نخليها تريح واحد نص ساعه حتى ساعه، ولا عندكم الوقت علاش لا داكور. ومي كنت نخلط غير بصباحتيه ماشي نعجانيتو. انا دوك نخليها تريح ومن بعد نعاود نرجع لكم. Thank you.
بعد ما درت الشامية تاعي في السني كنت دهنتها بالزيت باش نعطيكم كما شفتوا في الطريقه باش نعطيكم الوجه يكون ملس ديري بلودو تاع لا كويير بالظهر تاعها. ومن بعد درت غليت خاص بالخدمي ما درتش مشيت لتحت قطعت غليت خاص باش من بعد يبانوا لي وزوقت باللوز. وهذا طريقه كلاسيك ما درتش لا فارس كاش نهار ان شاء الله ندير لكم بلا فارس ان شاء الله. درك ندخلها في لو فور نخليها طيب نشعل من تحت من الفوق 5 مينوت نطفي من الفوق نخليها لو بلا تاعي نديرها في الوسط داكور مين نشوف الحواشي هنا بداو يتحمروا نشعل من الفوق عندها يا ربي واحد 5 مينوت حتى 10 مينوت تتحمر لنا ومن بعد نسقيها. كما شفتوا في الفيديو درت الشاميه درتها باللافارس لافارس درت غير اللوز وشويه لافاني ما قدرتش السكر باسكو ديجا هي مسكره وغادي نزيد النوتيلا. جي بروفيتي قلت بيسك درت لكم شاميه ندير لكم ثاني تاع النوتيلا سقيتها نورمال عادي. هنا لا نوتيلا تاعنا درت لها واحد 5 حتى 10 سكوند في الميكرووند. إين فوا الشامية تاعي هنايا شربت دوك نغطيها بالنوتيلا وهذه الشامية سميتها شامية سنيكرز الوغ دوك تشوفوا الطريقة ومن بعد تخلوها في الفريغو تحكم روحها واحد النص ساعة ومن بعد تقدموها. الشامية تاعنا راهي واجدة بعد ما خليتها ريحة 4 سوايع اني قدمتها لكم نتوما خلوها 6 ولا بلوس. هي كل ما زادت قعدت في لو بلا هذاك كل ما تزيد تشرب داك لو سيغو تاعها ايتو. الوغ كيما وعدتكم هنا بالشامية كلاسيك وهنا بالنوتيلا فيها لافارس تاني. الوغ شوفوا صدقوني هادي تجيك بزاف بنينة خام تاع برا هادي دوها من عندي ساكنة حاجة لاستيوس تاع الشامية سي بيان السميد تشروه خشين ماشي دومي غرو ولا اللي يكون خشين. مين يكون عندك سميد خشين وتبعي هاد لا غوسيت برا السمي هادي ديها من عندي برا السمي تخرج لكم شابة وبنينة. الوغ نقول لكم تهلاو لي في رواحكم ونتلاقاو في ساعة تاع خير ان شاء الله بالصحة والراحة.